لانا اجت لعند اهلها بعد 8 سنوات من الانتظار. اجت لانا ومعاها ورم خبيث بعينها. والله هاي العيون الحلوه هاي حرام ان ما تشوف بالايام. السلام عليكم. رب العالمين بالقران الكريم ذكر انه المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فبتوقع انه اغلبكم بيعرف حالات كثير عدم انجاب، او بيعرف حالات كثير ناس تاخرت لحتى انجبت بعد علاج وبعد كثير حالات مرضيه لحتى قدرت انها ترزق بمولود. فما بالكم اذا رزقت بمولود بعد صبر اكثر من 8 سنوات، وبعد سنه او سنه ونص من عمر المولود تكتشف انه المولود في عنده ورم سرطاني في العين. وللاسف الشديد انك بتكون ساكن بالشمال المحرر. للاسف الشديد ما لانه نحن ما عندنا شيء، او لانه نحن الحياه هون غير او المكان غير قابل للحياه، لا، لانه نحن هون محاربين بشتى الوسائل، حتى بامراضنا، حتى باطفالنا. فهلا خليني اورجيكم الطفل لانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لانا الصبيه الحلوه اللي شايفينها عمرها لا يتجاوز السنتين. لانا اجت لعند اهلها بعد 8 سنوات من الانتظار، لكن للاسف مثل ما خبرتكم اجت لانا ومعها ورم خبيث بعينها، وضروري جدا انها تدخل لانا باسرع وقت، لانه صراحه يعني مع الاسف يعني بدي اخبركم هذا الشيء، مع الاسف انه لانا فقدت عينها المصابه حاليا، فاذا بده يبقى المرض بدون علاج مع الاسف الشديد راح تفقد عينها الثانيه. فاذا فقدت عينها الثانيه ما راح يتم في عندها بصر ابدا، هي بعمر السنتين. فمن شوي كان عم يخبرني ابوها انه انا بقيت 8 سنين لحتى شفتها، فبتمنى انها تتعالج لحتى هي تشوف، لحتى ما تنحرم من شوفتها بالايام. في عندك اي كلمه حابب توجهها قبل ما انهي؟ عادي. انا بتمنى انك تعالج، تدخل تعالج مثل ما تفضلوا، حتى عشان هي تشوفني كمان، ما هي ما تنحرم من شوفتي، كمان انحرم من شوفتي. ليش السلطات التركيه بدنا تنزل لحالتنا وحالة المرضى جميع، يعني حالتنا ما يقوس منا، وكل يوم بعد يوم عم تزايد علينا الامراض، فبنتمنى تسرعوا دخولنا لامريكا ومعالجتنا للداخل التركي، لأن المرضى الحالة النفسية عندهم كتير كتير تعبانة. طبعا نحن لانا من بين 608 أطفال بحاجة دخول، بحاجة دخول مباشرة لتلقي العلاج. قبل ما انهي الفيديو بس حابب اورجيكم انه والله هاي العيون الحلوة هاي حرام انها ما تشوف بالأيام، ما يا بابا؟